الأسرار تتكشف تباعاً في القضية التي هزت الشارع الفرنسي وأخرجت الناس في احتجاجات لفظاعة ما نشر من أروقة المحاكم عن فرنسي سبعيني يحاكم بتهمة السماح لعشرات الرجال باغتصاب زوجته وهي تحت تأثير التخدير لعقد من الزمن ودون علمها. الشرطة أحصت 92 حالة اغتصاب لهذه الزوجة السبعينية، قام بها 72 رجلاً بعضهم متزوجون، تم التعرف على 50 منهم وهم قيد المحاكمة، 14 منهم أقروا بالذنب. الزوج دومينيك بيليكوت قام بدعوة هؤلاء الرجال للاعتداء على زوجته عبر موقع للدردشة في الإنترنت، أغلقته السلطات بسبب هذه القضية. ليس هذا فحسب، بل احتفظ بصور لوقائع اغتصاب زوجته وهي فاقدة للوعي في ذاكرة خارجية لكمبيوتره، حملت صورا كثيرة بينها صور لابنته. الشرطة ألقت القبض على بيليكوت عام 2020 لقيامه بتصوير سيدات في محل سوبر ماركت، وهنا كان طرف الخيط في هذه القضية. وبالعودة للزوجة التي طالبت بمحاكمة علنية، فهي تحضر الجلسات رفقة أبنائها الثلاثة وتصرح بأنها لم تشعر بشيء طوال 10 سنوات لقوة المخدر الذي تناولته على أنه دواء لمعالجة القلق، كما أنها لا تذكر أيا مما حدث لها في منزلها الكائن في قرية جنوب فرنسا. محامو الزوج قالوا لفرانس بريس إن موكلهم اعترف بتجنيد غرباء للاعتداء على زوجته دون مقابل مالي، كما أنه يشعر بالندم، مؤكدين أن اضطرابا نفسيا يلازمه لتعرضه للاغتصاب من ممرض حين كان في 9 من عمره. القضية أشعلت الرأي العام وأثارت تساؤلات حول غيبوبة الزوجة وصمتها، بل إن مشككين قالوا إن الزوجين مصابان باعتلالات نفسية.